شنو اللي عرفها؟ شنو اللي دراها بانه هذا مثلا؟ اكيد شافت شيء من الشيء اللي يبين بانه شخص مجنون، يعني اذا كان على لباس او على غير لباس. شيخ تسمعني انت ولا أسمعك انا؟ أسمعك أسمعك يا بعد قلبي أنت. طيب تقبل شيخ اللي صار، اللي صار مع عائشة يصير مع سامو قصة، تقبل ولا ما اقبل؟ انا جاي ادافع عن امي عائشه اللي انا اعتبرها امي، بهاي الروايه اللي انت على طول تطرحها بان رجلا نزل بعائشه، رجل تفضل اشرح، تقول انت للعالم على طول تفضل اشرح، فانا خليني اشرح بحسب معرفتي يعني، ولو اني معرفتي على قد ناس اصحابين علم واصحابين كذا دخل يعني اجوا على المنطقه اللي موجوده فيها سيدتنا عائشه باعتبارها هي زوجه النبي وام المؤمنين يعني احنا، ف باعتبار بانه هي ماخذه احكام شرعيه، وباعتبار بانه في عندها معرفه بامور الدين ومتفقها، جاوبت شافت رجل يعني قاعد مجنب ولا ما، والله ما اعرف ايش قصته هذا، فقالت تسوي كذا وتسوي كذا وتسوي كذا. انت تقول لها هسه اعرف سؤالك الثاني، شنو اللي عرفها؟ شنو اللي دراها بانه هذا مثلا؟ اكيد شافت شيء من الشيء اللي يبين بانه شخص مجنب، إذا كان على لباس أو على غير لباس. شيخ تسمعني أنت ولا أسمعك أنا؟ أسمعك أسمعك يا بعد قلبي أنت. يسلم قلبك. إيه فشافت شي بالباسة. إيه يعني خليني أعطيك إياها من الأخير، شافت شي من المطاف على ثوبه وبلش يفرك الثوب، قالت له النبي كان يساوي كذا وكذا وكذا، وهذه أحكام شرعية. شافت المني. اي نعم اكيد شافت المني، لو مو شايف المني هي شو معرفة انه مجنون؟ يعني شوفت المني حرام مثلا؟ يعني اذا واحد مثلا شاف لا المني لا حرام لا حلال مش بل مستحب حسب فتوى السيد الأخير. لا مو قصد، عندك يمكن مستحب يا شيخ، عندك يمكن مستحب، بس مو قصد مستحب ولا مو مستحب، حكم شرعي وشو اسمه قالته يعني، وين المشكلة يعني؟ انت يا شيخ انت تفسر بالطريقة اللي شو اريد اقول لك، بالطريقه اللي تصب بمصلحتك، باعتبار بانك شو اسمه تحارب ضد السنه وتحارب كذا، فيمكن يعني كل واحد يدافع عن الشيء اللي بارك الله يحس بك انه صح. بارك الله بك. فهسه هي شافت المني. اي نعم شافت المهم. هي بأي حكم تشوف من الرجل؟ هي شافت وجها لوجه يعني، يعني مكتوب عندك بس او مكتوب عندنا احنا، باعتبار انه انت تقول ارجعكم على كتبكم، مكتوب عندكم، انا قاعد اقول لك من عندي، لكن مكتوب عندنا بانه هي شافت المني بحكم شرعي، يعني هي شافت المني قاعد يفرك الثوب تبعه في قطرات من المني متجمدات متجمعات ما اعرف ايش صاير فيه، لكن انا في عندي مشكله والله يا شيخ بالشو اسمه الحديث، ما عندي اي مشكله فيه، فهمت علي؟ لكن يعني أنت تقبل على أختك ينزل بها رجل؟ هذا توقف توقف توقف. اي نعم أنت تقبل لانه على شفت أختك الحديث ينزل بها رجل وتشوف المني بالباسة؟ والله، اذا انت قبلت على اختك انا أنا شيعي ما عندي هاي السوالف، هاي عندك. أنت تقبل على أختك تشوف المني بالباس رجل مثل ما سوت أمك عائشة؟ كيف كيف؟ أختك تقبل تقلد عائشة ينزل عندها رجل ويصير مجنب وتشوف الباسة بمني؟ اي والله يا شيخ اختي ما هي زوجة النبي لحتى اقبل ولا ما، ها يعني زوجة النبي تشوف مني بس أختك ما يصير. يعني وده يعني مثلا شافت المني، يعني مثلا شافت المني هذا هي زوجة النبي، شافت هاي يعني قواده مباشرة حكمها يعني اجت بقواده يا عنده ناس يا عالم قالت له يعني يا إلهي يا قواده. يا شيخ يا شيخ والله العظيم انت قاعد انتم تفسر اخواني وياي تفسر لنا بالبث مثل ما المباشر، انتم وياي معني لاصق احترمك والله، قواده. شوف انت يعني شو اي والله احيانا العظيم احكي احكي يعني مصيبه، لا هاي والله متابعينك قواده قواده يعني قواده. لكن تفسيراتك عجيبة يا انت يوسف. ليش ما تقبل، انت سطرني سطر والله العظيم، انت ليش ما تقبل على اختك ينزل بيها رجل وتشوف المني؟ شنو المانع؟ يا أخي أنت تفكر شغلة النزول بأنه في صار في جنابة بالموضوع واجتمعوا اثنين لا 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 هو اجنب، أنت هو إيش؟ يابا هو اجنب مثل ما صار ويا عائشة. انت الان شلون شرح الشرح عن عائشة حلو؟ ايش حالاته والله انا العظيم؟ شرفت بيه انه وجه طالب علم، طالب هو طالب علم ويروح عند اختك ويصير مني بالباسه. يلا والله والله يفرق حكي فوت على شيء غير مكان افرك. والله يا شيخ
اسمع علي انا. فانت يعني جنابك الكريم تقول انا لا اقبله على اختي صح؟ لا انا ما اقبل، انا ما اقبل، لا ما بستقبله على عائشه. على كيف؟ بستقبله على عائشه. لا وحتى على عائشه ما اقبل، اذا كان فيها مثلا شو اسمه، اذا كان لغرض الحكم شرعي هذا يا شيخ. هي سوته عائشه سوته، كيف ما تقبل عليها؟ هي سوته يعني انت الان تلعنها؟ لا انا ما العنها، اعوذ بالله، شلون العنها؟ امنا هذه كيف العنها زوجتي؟ طيب هي سوته، سوت شيء انت تقول انا ما اقبله؟ جهنم بلا. طيب انت تقول انا ما اقبل، مستحيل اقبل على عائشه، هي سوته، شلون بهاي الحاله؟ في رب العالمين يحاسب اذا كانت مسوي شيء غلط او يعني هي سوت حرام حسب نظرك؟ لا مو حرام، لا مو حرام، يا رب والله مو حرام. لو هي تعرف بانه هي غلط ما كانت سوته، لكن تعرفوا بانه اذا مو غلط، اذا مو غلط ليش ما تقبل على اختك؟ نزل بعائشه وقدام العالم وقدام الأهل. جيد، اذا كان مو غلط ليش ما تقبل على اختك؟ كذا وكذا. اذا كان مو غلط ليش ما تقبل على اختك؟ لا يا شيخ ما يصير. يعني غلط. انت قاعد تفضلنا بهالاجوبه، يعني انه احنا ما احنا متفقين بالدين وقاعد تستغل قوتك. والله دخنا والله العظيم. يبا انت الان لا تقبلون على عائشه، ما تقبلون على خواتكم، مع العلم هي عائشه ما سوت حرام. عائشه ما سوت حرام. ما ادري ما سوت حرام. اي خلاص اقبلوه، قل انا اقبله. ما انت تقبل على اختك. أنا ما موجود هذا الشيء بديني، أنا حاربتها 7 أيام، نعلت والد والديها بمعركة الجمل، 7 أيام أدق بيها، 7 أيام، بردت بس أطقها بس ما وصلنا لها. آخر شيء أمير المؤمنين ضربها وقال لها إيهن يا حميراء. الشيخ أرجع على الله. هذا لا تقيسني، أنا ما عندي بهذا، أنا مو بديني، أنا إنسان قاتلتها 7 أيام. والله يعني برامجك هاي يعني قاعدة تسوي مثلا يعني شلون أقول لك، انشهرت أنت، أنا أقول لك أنت انشهرت يعني عند السنة وعند الشيعة. بس والله العظيم يعني رب العالمين فوق بكره ما يقول لك انت شارك انت كذا كذا كذا. اخي كريم حرب حرب حرب. اخي كريم انت انسان، شوف انا راح شويه راح اتقبلك، انت انسان شويه عندك شويه غيره ومثقف ومؤدب. عيب. الان استمع لي استمع لي، راح انطيك خطبه جمعه مصغره. جيد تفضل. يلا استمع لي، شلون تجلس بالمسجد تسمع الشيخ؟ اسمع لي الان. عيب عيب امرأة نترضى عليها احنا انا الان راح اكلمك كسني، واضح؟ كشنو؟ كسني. عيب مرة نترضى عليها ونحترمها ونحبها ونسوي افعال ما نقبلها على نسواننا. عيب. هذه هي الدعارة، هذه هو الكفر، هذه هي الزندقة، هذا هو العهر. العهر الزندقة هو ما لا تقبله على عرضك، فإن كنت لا تقبله على عرضك فذلك هو الحرام. تلك هي الزندقة، تلك هي العهر، تلك هي الإوادة، سمي ما شئت. لأن لابد على عائشة القدوة الكبرى في دين السنة، أصبحت مهانة بسبب أمير قريشي، لا أحد يريد أن يقتدي بها وبعرسها وبعرضها وبفرجها الذي كانت توزعه سبيلا في سبيل الله للمجاهدين والمجاهدات. ما يصير إحنا نبقى نحترم هذه المرأة ونقدسها ونقول رضي الله عنها. يا أختاه احذري أن ينزل بك رجل ويجنب. طيب ما هو عائشة نزل بها رجل وجنب؟ لا هذه عائشة، أدري عائشة أوادة مثلا مالت مسلمين غير هذه النسوان يتعلمن منها، لا خواتنا شريفات. عيب. هذا عيب. أنت كإنسان واعي، كإنسان عاقل، كإنسان بالغ، كإنسان فاهم، هذا عيب. هذا الموقف أنت تكون به عيب، مو صحيح. أقبل على عائشة ما أقبل على أختي، هاي شنو هاي محترماتي لك، هذا عهر. شنو أقبل على عائشة ما أقبل؟ شنو سالمين؟ وإيش هو اللي ما أقبله على عائشة أقبله على أختي؟ هذا إيش هو؟ يعني مثلا كانت عائشة تشرب المي وهي تركض؟ كانت عائشة فروسية تنام تحت الخيل وهي تركض؟ لا، دخل زنم يجنبون. يعني الموضوع بي فحش، بي قذاء. مرة تلبس، مرة تنزع، مرة تطلع، مرة تحارب، مرة ترضع، مرة ترقص، مرة ما أدري ما خلى شيء ما سوته بعنوان هي عرض رسول الله أم المؤمنين، هي تسوي اللي يعجبها، بس خواتنا ما يصير. طيب انت كسني، هاي راح اختم انا الان، راح اختم. انت كسني محترماتي لك، اختك من تفتح صحيح مسلم وتقرا روايات عائشه وراح تطبقتهن ببيت غريب
وانت كبست عليها، لك حق تحكي، ما لك حق شرعا، ما لك حق شرعا. لا يوجد نص في كتب السنة يقول لا يجوز الاقتداء بعائشة، لا يوجد. انتم كرجال معي ترفضون، ولكني اشجع نسائكم ان يتبعن عائشة، وما اعرف شنو راح يصير بسبب كلامي، ما اعرف، اتوقع راح يصير كوارث، والمستفاد هو الشيعي، لان انا جالس اشجعهن. لا يوجد، لا يوجد نص في كتب السنة يقول لا يجوز الاقتداء بعائشة أو الاقتداء بها 50%، نص ونص، لا يجوز، لا يجوز، لا يوجد. الموجود نصوص من المصحف الشريف كما يقول علماؤكم في المناظرات، الله أوصانا باتباع المهاجرين والأنصار، وعائشة سيدة المهاجرين والأنصار. فأختك الكريمة من تروح من وراك تطبق أفعال عائشة، بعدين انت تروح تقول اختي عاهرة سوت حرام، ليش؟ ما هي تقلد عائشة، لا ما يصير. ليش ما يصير؟ ما هو المانع الذي يمنع هذه الاخت، هذه البنت، ما الذي يمنعها؟ لا يوجد. انت من الصبح لليل الشغل لها المشايخ والمشايخ يطلعون اختها ام المؤمنين عرس رسول الله، وهي تسمع تقول هذه المرأة، هذه المرأة شقد شريفة، كلها تمدح بها، انطوني اقرأ تاريخها، تطلع التلفزيون يطلع لها أميرة قريش، يقى كانت ترضع، كانت تنزع، كانت تلبس، كانت تصعد، كانت تركب، كانت تنزع، كانت تطلع، كانت ترضع، كانت تدخل، كانت تغسل، كانت تبوس، كانت تحكي هذا راح رأسها ينترس بعد ما تتحمل، تكتب بالمواقع تقول هذا عنواني، هذا رقمي، مين فينو، مين فيه يجي عندي لحتى أعلم السنن النبي صلى الله عليه وسلم. بعدين انت تكتشف اكو عهر صاير بالبيت اللي انت تعرفه من اقاربك، هاي شنو هاي؟ هاي شنو العهر؟ ما تقرا؟ ما انا جاي اتكلم، جاي اتكلم على فرض اختك طبقت افعال عائشه، تقتدت بها، اقتدت. ايه تمام. راح تروح تقرا مسجد ام المؤمنين لتعاليم الرجال سنن النبي صلى الله عليه وسلم، الطب انت بدك تقرا، تلقى ناس مجنبه، تلقى ناس نايمه، تلقى نسوان نازعه، تلقى وحده لابسه درع قطر ملابس اغراء، تلقى وحده مطلعه صدرها ترضع لها واحد ذو لحيه، تلقى وحده لازمه لها شخص تقول له الطب بذكرك بالمره هيجي والجامعه ولازم بين الشعب الاربعه تنام ما العائشه، وتلقى وحده تسوي هيك، وتلقى وحده وانت تنصدم تقول ما هذا المنظر، ما هذه القذاره، بشرع ربنا. هذه صحيح مسلم وصحيح البخاري، كل عمل الست عيشه، ايه اللي بقى عندك علينا؟ انت بهاي اللحظه راح جست تنشب، تنشب وتطلع تنسحب. ليش؟ لأنها تعمل بشرع ربنا، تقتدي بعائشة. أنت ما عندك دليل واحد يمنع أختك أن تقتدي بعائشة، منه؟ أنت جالس تمنحها أنت. طيب أنا 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 ما أعرف طريقي وين، أنت دليني على الطريق الصحيح. خلاص دليتك على الطريق، تابعني أكثر، جيد، شكرا لك، دليتك، صار ساعة أتكلم.